أبو مزيد سليم، لا يحن على العود غير قشره. عملهم كان بسيطاً للغاية، حيث يقوم المتعهد أبو طلال بعقد صفقة بين البلدية التي تمده بالمعدات وبين حقول الإرشاد الزراعي التي تستفيد من هذه القاذورات كسماد لحقولها الإرشادية. ولهذه الغاية يقوم أبو طلال بجمع طواقم من تلك الفئات التي يمكن أن نطلق عليها دود الأرض، والتي لا تترفع عن أي عمل، وأعتقد أنها هي مبتكرة المثل الشعبي القائل: اشتغل بالخاء لكي لا تحتاج الخاء. وأبو مزيد سليم الذي يدعوه أبو طلال مع ثلة من أصدقائه للعمل في كل موسم كان ينتمي تحديداً إلى هذه الفئات، ولكنه ومع أنه لا يترفع هو وأصدقاؤه عن العمل في هذا الحضيض، إلا أنه في كل مرة كان يوافق هو وأصدقاؤه على مضض، ولكي لا يتعرف عليهم أحد كانوا يلفون رؤوسهم بشماخات تغطي كامل الوجه ولا تبقي سوى على كوة صغيرة للعينين توفر الرؤية. أما أبو مزيد فكان يمعن في التنكر، فيغطي هذه الكوة بنظارة سوداء اشتراها من سوق الحميدية بليرتين ونصف. وهكذا كانوا في النهار ينظفون الزرائب، وفي المساء يسهرون في المضافات مع علية القوم، ويخوضون أعمق النقاشات في أكثر المواضيع حساسية على صعيد السياسة الدولية. وفي حال عدم وجود مخبرين كانوا يسمحون لأنفسهم بتوجيه انتقادات للحكومة أيضاً، ولم يكن أحد يحدث أنهم هم أولئك الملثمون الذين يقومون بتنظيف الزرائب. ولكن دوام الحال من المحال كما يقولون. فمرة وعندما كان أبو مزيد سليم يفرغ أكياس الروث التي يتلقاها من رفاقه العاملين داخل الزريبة في مقطورة الجرار الذي كان يقف على الشارع القريب من الزريبة، مر صديقهم سعيد، وهو الصديق الوحيد الميسور والذي لم يكونوا يطلعوه على عملهم هذا. ولما شاهد أبا مزيد فوق الجرار تمكن رغم اللثام والنظارة السوداء من التعرف عليه، فندهه سائلا: أبو مزيد سليم؟ ولكن أبا مزيد لم يبدي أي رد فعل، متصنعا أنه ليس الشخص المقصود. أما سعيد الذي ظن أن صديقه لم يسمع فقد كرر سؤاله: أبو مزيد سليم؟ ومرة أخرى تصنع أبو مزيد أنه ليس الشخص المقصود، فما كان من سعيد إلا أن انصرف معتقداً أنه أخطأ فعلاً. وما كان من أبي مزيد الذي ارتاحت نفسه لانصراف سعيد إلا أن تنفس الصعداء. ولكن سعيد الذي لم يصل إلى قناعة تامة بأن ذلك الذي يقف فوق الجرار ليس أبا مزيد، ولأن سعيد ليس من تلك النوعية من البشر التي تستطيع النوم وفي رأسها سؤال يحيرها، فقد عاد بعد أن قطع 50 متراً ووقف أسفل الجرار وسأل من جديد: أبو مزيد سليم؟ ومرة أخرى تصنع أبو مزيد أنه لا يسمع، وتابع عمله دون أن يبدي أي ردة فعل. فما كان من سعيد إلا أن أمسك بطرف بنطاله من الأسفل وشده منبهاً إياه. وعندما التفت أبو مزيد باتجاه الأسفل سأله سعيد: أبو مزيد سليم ولا أنا غلطان؟ فما كان من أبي مزيد إلا أن خلع اللثام والنظارة السوداء ورمهما في الروث وقال غاضباً: أبو مزيد سليم يا أخي، أبو مزيد سليم، حدنيتك الآن؟ وطبعاً انفضح أبو مزيد سليم وفضح كل من معه، وصار الجميع بسبب فضول سعيد يعرفون من هم أولئك الملثمين.
وصار الناس في وجودهم يشمون رائحة في بعض الأحيان. وبعد أن هدئت النفوس ونسي أبو مزيد حقده على سعيد، وجه له ذات مرة عندما كان يحتسي الشاي في ضيافته ذلك السؤال الذي ظل يحيره لفترة طويلة: كيف تمكنت من معرفتي رغم أنني كنت ملثماً وأضع على عيني نظارة سوداء وقتها؟ خجل سعيد أن يصارحه بأن الرقعة الصفراء التي كانت على مؤخرة بنطاله هي من كشفته له، واكتفى بالقول: لا يحن على العود غير قشره. Thank you.